امبارح وكحارس مرمى كابتن، هل يتحمل حراس المرمى الاهداف اللي دخلت فيهم أكيد سواء الشناوي او ابو جمل؟ الاثنين يتحملوا اهداف مهمه جدا، وخاصه يعني في باد لك لابو جبل، ولكن في اخطاء مهمه. الشناوي، نبتدي من الشناوي. الشناوي الهدف الثالث ما عملش لنفسه زاويه رؤيه خالص. ثاني مع الهدف لما يتعاد بتاع مصطفى فتحي، بتاع لا الهدف بتاع بن شرقي، بن شرقي ما عملش لنفسه زاويه رؤيه خالص، لدرجه انه ما كانش شايف الكوره، ولما الكوره عدت بس من محمد هاني، لان محمد هاني اللي كان راح يقابل عمل لها كده، ما قدرش حتى يتحرك. عارف لو كان شايفها كان راح اترمى عليها. ادي ده الهدف الاولاني بتاع الشناوي. سوري، الهدف الثالث بتاع الدخل اللي هو بتاع الزمالك. الهدف الاولاني بتاع مصطفى فتحي برضه كان في تكتل دفاعي، وبرضه ما شافش الكوره، ولكن هي راح في حته يعني لا حول ولا قوه الا بالله، ما حدش يجيبها. يعني عايز حد بطيارات ومركب جناحات في ايديه عشان يجيبها، فدي صعبه، استحاله تطلع. يعني استحاله الاهداف، صحيح استحاله. انا من وجهه نظري ده احسن هدف في الدوري لحد دلوقتي. ماشي، اهداف النادي الاهلي، الهدف الاول يتحمل جزء كبير منه جدا ابو جبل. وانا قلت الامير قبل الهوا، المشكله مش في الكره لما ردت من العرض، لا، المشكله قبل ما الكوره وهي معديه من فوقيه. ابو جبل بيبص وعايز يجري، مع ان بينه وبين العارضه ياردة ونص. هو لو كان بس عمل كده وفرد نفسه وطار، كان لحق الكره قبل ما تيجي في العارضه. مش عاليه لانها خبطت في عمله حتى لو هي نازله، حتى وهي نازله كان هيشيلها من فوق العارضه. ابو جبل، ما شاء الله طويل قوي، هيحط ايده هتعدي من فوق العارضه، خلاص خلص الكلام. ادي الهدف الاول. الهدف الثالث يعني بدلك، يعني الكره ممكن يشيلها لو واقف مكانه، لا بتاع شريف، احمد شريف بالعرض. يعني هو لو واقف وبينما هو متحرك مع كوره مفيش ثبات. خلي بالك عندنا في الحراسه مبدا مهم جدا، عشان تعرف ترمي او تصد كوره لازم يكون في ثبات الاول، لازم تبقى واقف على رجليك. انما طول ما انت بتجري كده انت مكسور. عارف يعني ايه مكسور بلغه الكوره؟ يعني نص جسمك بس هتصد اللي في الزاويه دي، هتصد اللي على شمالك، انما اي صعبة. حاجه تيجي على يمينك صعبة. انت مكسور اوت اوف بلاي. فهو لو كان واقف على رجليه الاثنين كان مسك الكره بكل اريحيه. دي من وجهه نظر. طيب الهدف الرابع بقى، لان الناس بيقولوا ان الكره كانت اصلا ضعيف. يعني محطوطه في مكان ضعيف، يعني مكان كويس لكن ضعيف. ده برضو بتحمله ابو جبل ولا ايوه طبعا. النقطه الاولانيه والاهم في التنظيم، يعني ما ينفعش انا كحارس مرمى بوقف 18 بتاعي ومش سايب واحد من، خلي بالك ده بس انت المدرب بقى. في نقطه، لا بتاعت الحارس، لا بتاعت الحارس، انا حارس اوقف. لا كابتن، انا معلش، انا اسف تكمله، انا معاك بس خلي بالك انت لو تبص، انا خلي بالك برضو انا امبارح لما شفت ال 18 فاضيه انت قلت رجعت، لا رجعت للماتشات اللي هي الايه الماتشين اللي قبليهم نكسبهم الزمالك، كان نفس القصه. فدي انا شايف دي تنظيم في القرانل، لازم بتحط واحد على الخطا التنظيمي يتحمله المدير الفني خارج الملعب. داخل الملعب مسؤوليه كابتن الفرقه. اسمعني بس يا كابتن فوزي، انا دلوقتي لما بنيجي في محاضرات الماتشات هو اللي بيوقف، بوقف هنا واحد وهنا واحد وواحد. انت بتاع 6 يارده ده بتاعك، اقف وارجع ورا شويه. صح كده، خلصت كلامك؟ خلصت كلامك تمام. انا نظمت اللي في ال 18 لازم يكون في واحد خلاص. هو الطبيعي طارق حامد هو اللي يبقى في الحته دي. بس ادي نمره واحد، نمره اثنين الكره بقى بتتعمل ببطن رجليه، ما كانش شايف حاجه. ثلاثه كان قريب جدا من خط الجول، عشان كده لما شاف الكره وهي بتتحرك، لما حب يترمي اترمى فين؟ اترمى جوه الجول. الطبيعي دي لو هو واقف خطوه قدام واترمى عليها لقدام هيقطع عليها في نص السكه. انما هو عمل ايه؟ هو كان واقف على خط الجول تمام، ولما ابتدى يشوف الكره، لانه ما كانش عامل نفسه زاويه رؤيه، ابتدى يشوف الكره راح داخل بيها جوه الجول. عشان كده المشكله كانت في بدايته، في بدايته وتمركزه، وبعد كده التحرك بتاعه لداخل المرمى. تمام، خلي بالك انا بس في نقطه عايز اضيفها برضه. اتفضل اتفضل. النادي الزمالك فتره من الفترات كان مميز، يعني دي برضه الحاجات اللي استغربتها. سيبك من ماتش الاهلي، النادي الزمالك كان مميز جدا في الكور الثابته اللي ليه. أيوة صح. يعني انت لو تفتكر في سنه محمود علاء كان هداف الدوري، اللي كان كل كورنر هو الونش يطلع يجيب. بقى لنا فتره في نادي الزمالك الكور الثابته اللي ليك واللي عليك انت ما بتستفدش باي حاجه. صح. وده بنت امبارح زي ما كابتن احمد تكمله، اللي ما ينفعش يبقى ال 18 كل الناس جوه وال 18 فاضيه، يعني ما تحصلش يعني.